الو، اهلا يا فندم. طبعا طبعا هحاول افوت على حضرتك، بس ما وعدكش. معلش يا فندم، مع السلامه. يا خليفة. ايوه يا فندم. ما تحوليش اي تليفون. حاضر يا فندم. شكرا. بس دي يا استاذ كامل تبقى تالت قهوه. انتي ما تعبتيش، ده انتي خيلتيني، الدنيا لفت بيا. اعمل ايه بس يا عمتي؟ مش قادره اتصور ابدا ان البنت تتاخر لحد دلوقتي. البيت؟ البيت ماله؟ ما هو زي الفل وكويس اهو. عمتي البسي السماعه عشان اعرف اتكلم معاكي. عاوزاني اخرج معاكي؟ حاضر، هقوم البس واخرج معاكي. عمتي بسم الله الرحمن الرحيم، على مهلك على مهلك يا عمتي. اقعدي 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 يا عمتي، امسكي امسكي العصايه. انا مش عايزه حاجه، مش عايزه حاجه يا عمتي، مش عايزه حاجه. لا 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 مش ممكن. لا 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 ده كده اتاخرت قوي. لا لا مش ممكن بقى. جرايه يا خليفه، مش قلت لك ما تحوليش اي تليفونات من الصبح؟ البيت؟ حاضر يا سيدي حوله. الو يا كامل، يا كامل الساعه 10:30 وبنتك لحد دلوقتي لسه ما رجعتش. تقومي تكلميني دلوقتي، وانت عارفه ان انا قاعد بكتب الحلقه الاخرانيه والمطبعه مستنيه. غصب عني يا كامل، لو اخوها ناجي رجع وما لقاهاش هتبقى حكايه. بنتي يا ستي في المسرح. في المسرح يا ستي؟ اصحاب هيوصلوها، دي واخده مني الاذن. طب ما قلتليش ليه يا كامل؟ يا عواطف مش وقت الكلام ده، وارجوكي ارجوكي ما تطلبونيش في المجله للاسباب التافهه دي. يعني ايه بنتك تتاخر لحد دلوقتي وانا ما اعرفش وتقولي اسباب تافهه؟ خلاص خلاص يا عواطف، لما اجي البيت نبقى نتكلم. مع السلامه. قلت لك 100 مره ما تتاخريش بره. وبابا قال لك 100 مره مالكش دعوه بيا. ما هو لو بابا فاضي وقاعد معانا في البيت كان معلش، لكن بابا على طول مشغول في كتاباته. بابا في البيت ده ضيف شرف. لا يا دكتور، بابا مش ضيف شرف. عمتي عاجبك عمال ولاد اخوكي دول؟ اخويا؟ اخويا فين؟ ده لسه ما جاش. بقول لك عاجبك عمال ولاد اخوكي؟ اخويا اخويا بيكتب حلقه الاسبوع الجاي، واكيد اكيد هيكتب فيها ويقول اختي الكبيره رتيبه هي اللي مربياني وهي اللي بتحبني. على كل حال انت مالكش كلمه عليا، ولما يجي بابا يا سيدي بقى اشتكي له مني. خلاص تعالي هنا. بابا هو فين؟ بابا بابا بيجي واحنا نايمين، والصبح بننزل وهو نايم. علشان بابا مش زي كل الابهات يا دكتور، بابا اكبر كاتب في بلدنا، فهمت؟ مش ده موضوعنا. تعالي ورايا قولي لي كنت فين.
أليفة تعالي لو سمحت. أنا آسف يا فندم إن أنا حولت لحضرتك مكالمة البيت، بس يعني ما علينا دلوقتي. معلش يا خليفة، حقك عليا لو شديت عليك في الكلام اليومين دول. أنا بمر بفترة صعبة، وبعدين أنت أقرب واحد ليا، يعني ما تزعلش يا راجل. أنا أزعل منك يا كامل بيه؟ ده أنت في عيني من جوه. ده أنا بقعد أدعي لك ليل نهار إن ربنا يديك القوة. الحلقات دي عايزة عصب جامد. أنت لسه بتتبعها خليفة؟ يا أستاذ ده أنا ساعات بقراها وهي بروفا، وساعات بقراها بخط إيدك قبل ما أنزلها المطبعة. طيب خد الحلقة دي وعلى طول على المطبعة، مفيش داعي تقراها دلوقتي. اتفضل. حاضر يا أستاذ كامل، أنا تحت أمر سعادتك. ألو. ألو، مساء الخير يا بابا. أهلا أهلا، مساء الخير يا سماء. كده تتأخري وتزعلي ماما منك؟ وحياتك يا بابا ما اتأخرت، أول المسرحية ما خلصت رجعت على طول. طب قوليلي بقى، عجبتك المسرحية؟ جدا يا بابا، وأول حضرتك ما ترجع هحكي لك موضوعها. لا يا حبيبتي، نام انتي، أنا مش هرجع من الشغل على طول. انتي الوحيدة اللي عارفة ببقى مرهق قد إيه لما بكون بكتب الحلقات دي. عارفة يا بابا يا حبيبي، عارفة. تصبح على خير يا حبيبتي. كامل شوقي بيلعب رياضة. الله ما شاء الله. عشان ما اقعش من طولي، ما تصورش انت الحلقه دي تعبتني قد ايه. كل حلقه بتقول الكلام ده. عموما مبروك وعقبال الحلقات الجايه. يلا يا بطل نروح نقعد في حته نشرب نخب الايام القادمه من بحر الايام.